أحسن الله إليكم. الأخ عادل الحطامي يقول في سؤاله الثاني: كم مقدار زكاة الذهب إذا كان للزينة؟ وهل الزكاة محصورة على ما زاد على المقدر أم تشمل الذهب كاملا؟ الزكاة في الذهب المعد للبس والزينة فيها خلاف بين العلماء، الجمهور على عدم وجوبها فيه، وإذا أراد أن يزكيها على قول من يقول بالوجوب فإنه يخرج ما يقابل ربع العشر. إذا كان هذا الذهب يبلغ النصاب أي 20 كيلو من الذهب فأكثر، 20 مثقال أي 20 مثقال من الذهب فأكثر، أي 11 جنيها ونصف الجنيه السعودي، يخرج ما يقابل ربع العشر. نعم.